بقى يعني انا يعني كام نقطه كده الحقيقه بقى لي كام يوم مستغربها جدا. حتى الناس اللي انت يعني كنت بتسمع لها بمختلف ميولها او انتماءاتها او تصرفاتها، العقل راح. يعني العقل ده راح، العقل راح بجد. يعني يقول لك ايه، من ساعه ما رجع الفار او بدا الفار الاهلي ترتيبه في الدوري الرابع. الاهلي من ساعه ما رجع الفار خسر 5 نقط، الانتاج ثم الزمالك، يعني خسر 5 نقط. اقل فريق خسر نقاط هو الاهلي، مع ان انا كنت يعني بقدر دماغه وعقليته حسابيا وفكريا وعقليا ورقميا. فيقول لك الاهلي الرابع. طب انا اساله سؤال بقى، تمام، مين الفرقه الوحيده في مصر اللي من ساعه الفار ما اتعمل ما خدتش ولا بينالتي ولا بينالتي؟ المنافس الفرقه، لا الفرقه من غير ما تسمي حد، مين الفرقه اللي ما تحاسب لهاش ولا بينالتي؟ انا هحسب لي 3 ضربات جزاء، والنهارده مثلا اتلغى لي جول بسبب الفار. يعني ممكن لو الفار مش موجود كنت اتعادل النهارده، تمام. وحتى في ماتش الزمالك ده كان ليا بينالتي صراحه 100%، يعني الفار حسبه او الفار اكده والراجل التشيكي ده لغاه. يعني فالحسابات والعقليه غريبه جدا. يعني اخر حاجه عايز اقولها، يعني لانها